لقاءنا بكم مستمعينا مازال مستمر دائما من خلال فقرة لالا مولاتي المتنوعة، وغادي نمشيو مباشرة عند المستمعة وفاء أم جاد. صباح الخير لا وفاء. صباح النور لالا سناء. لاباس عليك؟ على خير الحمد لله. الله يطول عمرك. الله يبارك فيك. مرحبا بك ومرحبا بالمشاركة معك اليوم. الله يخطيك. تحية ليك وتحية لطاقم البرنامج ميد راديو، وتحية كبيرة للمستمعين والمستمعات، وتحية كبيرة للزوج ديالي والوالدين ديالي اللي كيدعموني وكيشجعوني. تحية كبيرة للأسرة ديالك فين ما كانت، وتبارك الله عليك وفاء أم جاد. غادي نستمتعوا بهاد الاقتراحات اللي غتوجدي لنا، واللي هما خاصين يعني بالحوت بأشكال مختلفة. غتعطينا شوربة، غتعطينا كذلك يعني حوت في الفران. فباش نربحوا الوقت إن شاء الله والمستمعات يسجلوا معنا، نبداو على بركة الله. ودابا غنبداو في الوصفة الأولى اللي سهلة وحبيب الجماهير، هو أننا غنبداو كفتة السرديل. أييه، كفتة ديال السرديل. واخا ناخدو السرديل ديالنا على حسب الأشخاص اللي عندنا في الدار، تنزولو ليه السنسول ديالو، من بعد كنحيدو ليه الشوكة ديالو من الدار. يستحسن إلا كان الحوت عندنا السرديل متوسط ما كنحيدوش ليه الجلدة باش الفائدة ديالو تتبقى، إلا كان شوية غليظ كنضطرو نحيدو الجلدة ديالو. واخا انا بالنسبه لي انا اللي حاجه مهمه واللي تعلمتها من الوالده ديالي طول بعمرها، انني ما تنهرشيش في الماكينه. ما كطحنيش في طحانه اندو تخوا، كنطحنو بايدي، هذيك اللي مانيوال، ديك الطحانه اليدويه القديمه العاديه، ماشي اللي كتدور بحال ديال المطيشه. لا، الجراده اللي كنهرشو بها. اييه، هذيك اللي قلنا كتعاون في الصراحه. فوالا، هذيك الناس الاكثريه ما كيعتمدوش عليها، مي هذيك هي احسن حاجه باش كنقردو الربيع، هذيك هي باش كنطحنوا بها. انا كنطحن بها السردين، وهذه طريقه في ماما. واخا، ملي كنقردوه مزيان اول حاجه ما كيتعجنش لينا، ملي كنطحنوه في اندو تخوا ولا في هذه، الا لاحظتوا ولا مطحون مزيان ولا طحون كيتجمع، حتى الا ما درتيش فيه الروز ولا شي حاجه كيتجمع، يعني ما كيكونش فيه الماء بزاف. هذه الطريقه اللي جربتوها غادي تعجبكم بزاف ان شاء الله. ملي كنطحنوه كندير فيه يعني التوابل المغربيه، شويه الكركم، يعني هو الخرقوم، عندنا شويه المليحه، شويه البزار، شويه الكمون، شويه الربيع، شويه الثومه، يعني ثلاثه الفصوص يعني محكوكين، شويه القزبر يابس، واللي حاجه مهمه كنشدو بطاطا وحده كنحكوها في الحكاكه الغليظه يعني على الطول ديالها. وكنخلطوا هاد العناصر كامله. الا كنا بغينا ندخلوه للفران كنديروا شويه زيت العود وكنديروه كويرات مقرصين وكندخلوه مباشره للفران، كيجي رائع. الناس اللي كيبغيو القلي كنحيدوا زيت العود وكنخلطوا ديك العناصر، وكما درنا كنقليوه وبالصحه والراحه. الله يعطيك الصحه. ديك كفته ديال السردين صحيه كيف ما قلتي، ومن الاحسن الوليدات ياكلوها بهذا الشكل غتعجبهم بزاف. كنخلو لهم شويه ليغوم خضره. فعلا. بالنسبه للوصفه الثانيه هما البغوشير ديال سمك القرش، يعني البغوشير ديال الروكان. وهاد الوصفه اللي معتمده عند واحد صاحبتي اللي كتعجبها ام الاميرات. هنا تناخذوا القطع ديال الهبره، الهبره ديال الروكا او القرش، اللي رائعه وزوينه للوليدات الصغار والكبار. اييه، ما تيبغوش حاجه اللي فيها الشوك. فعلا، فوالا، وزوينه، ويستحسن انهم الناس اللي كيسمعوني يوكلوا لوليداتهم، كيعطي الذكاء وكيعطي بزاف الحوايج. كناخذهم كندير لهم انا ماريناسيون عاديه، يعني تشرموله. كندير لهم معلقه ديال الموتارد، يعني الخردل، كندير الثومه مجففه مع شويه وبعض المنسمات، يعني القدم الجزائر، يزير، زعتر، شبت. الشبت هو مثل هما اعشاب كتنوض يعني عشوائيه، مثل ديال البسباس. اييه، بحال ورق البسباس. بحال ورق البسباس، هما كتكون يابسه فعلا. هو في الحوت كيجي زوين الشبت. الشبت كيجي زوين. كنخلط هاد العناصر كامله، كنخليه واحد ديك 15 دقيقه تترقد، من بعد كنديرو في الاسلا يعني في الاعواد ديالي. ما بين كل قطعه ديال الحوت كندير مثلا فلفله، مطيشه، او طوماتوريز، وصافي. انا كنطيبو غير يعني بحال كيجي مسهر، كنطيبو غير في القريه او في الاله البانيني. صافي، وكنقدمو مع شويه سلطه او مع شويه ليغوم سوتي، كيبقى الاختيار ليكم. اييه، تبارك الله عليك، الله يعطيك الصحه. اللهم امين. ندوزو البقايا بالنسبه للناس اللي كيجيبوا الفيلي. هذه الوصفه الثالثه بالنسبه للبقايا ديال اشواك الحوت، يعني الكاركاس ديال الحوت ما كنرميوش. اييه، ملي كناخذوا الفيلي هو الحوت كيكون ديالي، كنقول للمول اللي كيبيع الحوت، نقول الله يخليك خلي لي الكاركاس ديال الحوت. فعلا، ملي كنجيبو لداري
اللي كيعطي رائع، فهو شوربه رائعه. كناخذ الكركاس ديالي، كندير بصله كنقطعها يعني خضاريه مربعه، وكندير معاها شويه الكرافس، وكنصوطيها مع شويه الزيت ومليحه. وملي كتصوت عليا كنشد كنتخازي يعني الثومه بجلوف ديالها بكلشي، كنرميهم في هذيك على ديك البصله والكرافس والكرافس، وكنرمي القصيبات ديال البسباس، هادو كلهم بمنسمات باش كيعطيوني المرق ديال الحوت المرق. وكنضيف داك الكركاس والكرافس والبزار والكركم والماء الكافي اللي غادي يطيب ليا فيه داك الخليط كامل. من بعد كني كنشوف داك البويون بدا كي يعني كيعطيني لا تيكستور اللي بغيت انا، كنحيد دوك الاشواك، كنصفي كل شيء يعني كنخلي غير المرق وكل شيء، هو كيولى خاطر. من بعد ملي كنحيد دوك الاشواك كل شيء كنصفي مزيان، وكنعاودها باش لا كان شي سنسول ولا شي حاجه ولا شي يشوف كنصفيها مزيان. من بعد كنطحنها كنطحنها بهذاك الماء ديالها بداك الشيء كلشي ديك الخضيره اللي درنا ياك كلشي كيقول لها في السائل، وكنقدمها في الاخير مع شويه فخوماج من الفوق وشي طوس ولا شي حاجه كتجي لذيذه. اييه وكتجي من السما بالمذاق ديال الحوت، المذاقات اللي ديال الحوت وديال الكرافس والبسباس. وفعلا هاد البويون اللي عطيتينا، هاد المرق ديال الحوت، راه ممكن اننا نصيبوه الا بغينا اي حاجه فيها علاقه بالحوت، ممكن نديروها يعني الماء ديال البايله ولا احسن يصير من بقايا ديال يعني جلوف ديال القمرون كيف الديسك. دابا انا الا بغيت نقدم مثلا شي وصفه مثلا فيها هذا، كان يكون عندي جلوف ديال القمرون تسمى لو بيس، كنصايبو بوحدو، كنشدو هذه الوصفه بوحدها، كتشدي القشور ديال القمرون كتصوطيهم في بوال يعني في المقله ولا شي طنجره، كديهم كتجيبهم حتى كيتبخروا، لو طون كيتبخروا كتكبي عليهم اترو ديال الماء، كيعطيك سبحان الله داك كيتهز القشور وكيعطيك اللون كيهبط في هذاك الماء هكذاك. يعني اول القشور ديال البيسك اللي كيخدموه في دي ريستورون مزيان، هذاك القشور ديال القمرون كدوزي في المقله غير بوحدو، ما كديري حتى شي اضافه بدون اي اضافه هكذاك، حتى كيتشحر مزيان كيتشحر مزيان. هو من الاسئله احسن انك ملي تكوني تخدمي فيه تسدي لا كويزين باش تشيش لك الريحه في الدار. يعني كتصوطي هو الاول، من بعد كتخوي لك اترو ديال الماء، سا ديبون كان عندك بزاف الا كانت كميه كثيره ديال القشور ديال القمرون، فوالا كانت عندك قليله كتخويه لو طون كتشحريه ديك ما بين 5 دقائق حتى 10 دقائق سبحان الله، انفو كتكبي الماء الكركاس كتشوفي خوا كيهبط لك داك المفعول ديال القمرون وكيطلع لك الجلوف الفوق. وكتولي عندك شوربه ليمونيه. هنا الا بغيتي لو بيس باش يسخنك في هذا البرد هذا، كتزيدي عليه شويه المايزينا، شويه شامبينيون نوار، شويه الملحه والبزار، وهكا كتولى ان الشوربه ديال لو بيسك. بغيتي تخلي غير بويون كتصافي ما كديريش ليه كيما قلت شامبينيون ونشا، كتخليه هو عادي وكتبقي تمرقي به في البايله في اي حاجه بغيتيها فيها البواسون. هادي. وبالنسبه للوصفه الرابعه هو عندي بسطيله ديال الحوت. ايه تفضلي. اللي كندير فيها انا القمرون، وكندير فيها الكالامار او السيبيا، يعني الفرق ما بين الكالامار والسيبيا، السيبيا كما كنقول السيبيا هي اللي كتكون بيضه ناصحه وكتكون بحال الهبره، والكالامار هو داك اللي كيكون بحال الجيب وفيه رخاويات، هذا هو الكالامار. شتي بعض الناس ما كيفرقوش ما بينهم واخا. وكناخذ تقريبا ميرنو، هاد الجهد اللي عطيتكم انا ديال كيلو كيلو. كناخذ الميرنو ديالي هي اول حاجه، كندير لها شويه الربيع، شويه التحميره، شويه الهريسه، شويه الربيع، شويه الكمون، وشويه زيت العود، وكنرقدها مثلا ليله كامله، والغد لي كنطيبها في الفران، هي اول حاجه. الغد لي كنصيب لاصوص ديالي، لاصوص ديالي اللي كنصيبها حتى هي بشويه الربيع وشويه الطماطم المصبره والكمون والربيع والملحه ومعلقه كبيره ديال الحامض يعني عصير وشويه صوص صوجا وصوص المحار وزيت العود. صوص المحار هي ديال لي زويت. كنخلط هاد العناصر كامل، كنطحنهم في ان دو تخوا، كتولي عندي صوص. كنهلا نهز من ديك لاصوص معلقه، وكنشحر الكالامار ديالي وكنحيدو على جنب. كناخذ ثاني معلقه كنشحر القمرون ديالي وكنخليه على جانب. كنشحر ثاني الشعريه الصينيه، انا هنا كنستعمل الشعريه الصينيه ديال الارز، هي اللي كن ديجا كنكون دايراها في الماء طايب، وكنقطعها كنصفيها وكنصوطيها في بريك لاصوص.
كنحيدها كندير ثاني الفطر الابيض كلهم بنفس الشرموله كلهم بنفس الشرموله كيدوزوا على هذا من صافي في الاخير كنشد ديك الورقه كندير خمسه الورقات انا النص كيكون كما عارفين كندير الورقه النص ديالها في لاطروس واللص كيبقاها على برا كنحط لاطرس الاولى هي ديك ديال الميرنو اللي درت طيبت في الفران بوحدها بديك الشرموله اللي ماريني كنحطها هي الاولى كنفرتسها كندير عليها الفرماج كنخلط دوك العناصر ديال القيمرون وديال الكالامار اللي درت في الثاني كنخلطهم كنديرهم حتى هما لا وكنزيد الفرماج ديالي وكنزيد الفطر والزيتون الخضر كيبقى اختيار الزيتون كيجي مزيان صافي وكنعمرها بالفرماج وكنسدها بشويه الزبده و والزيت من بعد كندخلها طيب لو طون كتخرج ليا من الفرن كنرش عليها شويه الفرماج باش يدوب عليها هي كيعطي واحد المنظر زوين هذا في البروج يعني في التقديم وكنرش عليها شويه لي سيبولات ولا شويه الربيع اللي متوفر وكندير باش نعطي ان ديكوراسيون بالنسبه لكانت عندي عراضه ولا هذه كناخذ لي الا باقا عندي الورقه كنديرها في ليمول ديال الكاب كيك ولا عندي باقا الحشوه كنفارسيهم حتى كنعمرها شويه ملي كتاخذ لي داك الجو زوين ديال كما في الصوره ديال الكاب كيك كنعمرهم بشويه الحشوه وندير شويه فرماج كيتفوندا وكنحط دوك القمرونات اللي كنكون ديجا مخليهم للتزيين اللي كندير ليهم ديمي كويسون يعني كنسلقهم في الماء وكنخليهم هكا لا بريزونطاسيون باش كتكون قدام الناس ولا الدور كما قلت هي ملي كتكون عراضه ولا هذا كنبغيو نزينو في البسطيله الله يعطيك الصحه ولا ما نحطوها السامبل تبارك الله عليك